السلام عليكم. شكرا دكتور مصباح على الدعوة الكريمة وعلى تشريفنا في المؤتمر. شكرا أساتذتي أستاذتي وأستاذتي أستاذ الدكتورة حنان السطوحي وأستاذ الدكتورة منى الترشوبي، من أكتر ناس اللي اتعلمت على إيديهم وأنا صغير، مربيين على إيديهم، ودي الشرف إن أنا أتكلم قدامكم النهاردة. شكرا دكتور مصطفى، أنت قلت محاضرة أقنعتيني أكتر ما أنا هقتنع باللي أنا هقوله يعني، فأنا المفروض أعكس الكلام شوية بقى شوية. أنا شلت سلايدز كده من وأنا قاعد عشان حاجات انت عديتها ورا بعض. دكتور مصباح حاطط المحاضرتين ورا بعض في شكل بعض شويه. يعني انا هتكلم برضو على نفس الايره اللي موجوده، ولكن هاخد سيكتور واحد من العينين، وعشان اخد السيكتور ده واتكلم عليه بشكل كويس عايز اكلمك على الجورني بتاع العين بتاع الدايبيتس. يعني العين بتاع الدايبيتس اللي جالك النهارده مر برحله كبيره، والعين ده لما يكون جاي لك في الاخر وانت هتدي له انسولين، لا ده مر بمشوار كبير مع السكر نفسه، ومر بمشوار اكبر في الفتره اللي كان قبل السكر ما يجي له، وده حصل تغيرات اوريدي في جسمه. يعني ممكن يكون جاي لك ويز كومبليكيشن اوف دايبيتس، بل بالعكس ممكن الكومبليكيشن تكون سابقه لظهور السكر عنه. تعال ناخد كده ده السلايدز الاساسيه الاول خالص، وهنقسم السكر بدايته خالص بتبقى تايب 2 دايبيتس من الاوبيستي، وبعد كده مرحله البري دايبيتس اللي الدكتور مصطفى اتكلم عليها، وبتبقى ممكن من 4 5 سنين لغايه 10 سنين. بعد كده ظهر السكر عنده، في الفتره بتاع ظهور السكر دي كان الانسولين قبل السكر ما يطلع كان حصل هايبر انسولينيميا، ودي الكارثه الاكبر لان معظم الحالات بتاع تايب 2 دايابيتس ميتابوليك سندروم، والانسولين ريزيستنت فيها هو الموست تريجرنج فاكتور فور كومبليكيشن اوف تايب 2 دايابيتس. ايه اللي بيحصل بقى بخلى الانسولين ريزيستنس اللي موجود ده، وايه اللي عمل لك الكومبليكيشنز الكتيره اللي ممكن تحصل بدري؟ البيتا سيل بتبدا تكمبنسيت، والفتره دي يعني اللي هي كنترولد بفتره بتاعه الجلايسيميا من جاله السكر، وبقى في فتره كنترولد، في فتره ان كنترولد اللي بنقعد بقى نجري فيها نقول ندي جي ليب 1 او ندي انسولين او ندي كومباينيشن من الاثنين او ندي كده. الفتره دي حوالي 10 سنين، والفتره دي من 10 ل 15 سنه. يبقى العيان اللي جاي لك النهارده وعايز تدي له انسولين غالبا مر معاك برحله كبيره تتجاوز ال 20 ل 25 سنه، فبقى عيان فيري فراجايل، عيان فيه مشاكل كتيره جدا، مش مجرد مشاكل الكارديوفاسكولار بس، لا عنده مشاكل كمان على مستوى النيوروباثي، خاصه الاوتونوميك نيوروباثي اللي ممكن يجي له ايفن مايكاردن فاركشن وما يحسش انه جاله مايكاردن فاركشن، يجي له كومبليكيشن زي الهايبوجلايسيميا وما يحسش ان عنده هايبوجلايسيميا اللي احنا بنسميها هايبوجلايسيميك ان اويرنس. والحاجات دي كلها اللي احنا بقى بنقول الكومبليكيشن دي ممكن تحدث ما يسمى ديدن بيت سندروم، والعيان ده لو جاله هايبوجلايسيميك اتاك واحده ممكن تموته بالليل من غير ما يحس. يمكن كان اكبر نموذج لكده الفنان علاء ولي الدين لما مات برضه بالليل وقوم الصبح لقاه غرقان في العرق بتاعه والعيان ما حسش ولا اللي حواليه حسوا. طب بيحصل الكلام ده ليه وليه بيحصل الكلام ده بسرعه؟ لان العيان ده مر برحله كبيره، والرحله الكبيره دي هنختصرها بشكل سريع جدا. الهايبر انسولينيميا ومشاكلها على الميوكارديوم وبتعمل امبير دايستوليك فانكشن ايرلي جدا حتى قبل ظهور السكر، والناس عملوا استادز كتيره على الناس اللي هم الهاي ريسك. يعني احنا ما عدناش بنعتبر بقى زي ما كان بيتكلم من شويه الدكتور مصطفى ان الجايد لاينز قالت الاستابليشد كارديوفاسكولار ديزيز من 2016 بدات تقول لك المجموعات دي بريفيرد في الاستابليشد كارديوفاسكولار ديزيز، بعد كده في الهاي ريسك يعني في العين المشتبه فيه وليس مصاب بالاسيسكروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. دي كانت اول حاجه في الهايبر انسولينيميا. ثاني حاجه انها بتعمل هايبر جلايسيميا واند برضه باي مايكروفاسكولار كومبليكيشن مايكروفاسكولار كومبليكيشن، نفس الكلام على الفري فاتي اسيدز اللي موجوده والمشاكل اللي بتحصل معاها. طب ايه اللي بيحصل برضه من الكلام ده كله؟ بيبدا ال ال دي ال يعلى بشكل بسيط خالص ويعلى في الدم، ال ال دي ال ده يحصل بنتريشن ويعدي سب اندوثيليال ويخش في الحته السب اندوثيليال، يعمل تريجرنج للاميون سيستم فتبدا المونوسايتس تتحول الى انفلاماتوري انفلتريتنج مونوسايتس وتعدي من البورز بتاعه الاندوثيليوم وتخش جوه، يحصل انها تتحول الى ماكروفاجيتس وفوم سيلز تاكل الشويه بتوع اللي حصلوا دول، مش قادره تسيطر على الليكج اللي بيحصل ده، يتكون الفات ستريكس، بعد كده تتحول الى سيتوكاينز بكميه كبيره عشان تستدعي تاني مونوسايتس انها تتحول وتخش بكميه كبيره. البروسس دي بتاخد سنوات طويله لغايه الفيت ستريك ده ما يحصل، حتى السموث ماسل فايبر تخش تضم عليها والسموث ماسل فايبر فور ريفليشن، كل ده يعمل ما يسمى بالاسس كلوروزس، وده انفلاماتوري بروسس، والعيان ده يشتكي من كرونيك انفلاماتوري ستين ستيت سب كلينيكال، فالعيان ده قاعد يشتكي من قبل ما يظهر السكر عنده. كل الكلام ده انا بكلمك على البري دايابيتيك ستيت، فالفتره دي العيان عنده نار تحت الرماد، والنار دي في الفيزلز بتاعته، والنار دي موجوده في جسمه، موجوده في الكارديوفاسكولار كله، والنار دي ممكن تحرق قبل ظهور السكر. قبل ظهور السكر، دي النقطه اللي انا عايز اقف عند حضرتك فيها. في الاخر خالص حصل فايبرس كاب
وبعد كده يحصل رابشر للبليك وتحصل الجلطه اللي ممكن تحصل مع العيان ده. طب العيان اللي جاله السكر النهارده مجرد ما جاله السكر بتوع الكارديفاسكولار يقول لك احنا بنعتبره جاله جلطه في القلب قبل كده، از ريسك از واحد عنده بريفيوس مايكارد انفاركشن. عيان غلبان جدا وحتى لو جاله بريفيوس او جاله مايكارد انفاركشن نسب المورتالتي فيه عاليه، لو انت عملت برفيوجن وعملت ستنت وعملت كذا نسب الانسداد بتاع البرفيوجن عاليه او بالنسبه للستنت عاليه، لو عملت ريفاسكولاريزيشن برضو النسب عاليه، نسب الريكرنس تاني بعد الكلام ده عاليه، نسب انه يحس بالمايكارد انفاركشن قليله جدا وممكن يجي له سايلنت مايكارد انفاركشن. فالعيان ده مر بمراحل كتير جدا على مدار الرحله بتاعته اللي هي ما قبل السكر واثناء السكر، وانت اديته اورال تريتمنت قرص واثنين وثلاثه وكملت عليه لغايه ما جالك في الاخر يقول لك لا انا مش قادر وعندي سكندري فيلير والاورال تريتمنت مش مكمل معايا فانا عايز ابدا اخد انجكشن. يعني هو بيجي من نفسه سكري عالي ومتحول لك من حد تاني. طب الانسولين ريزيستنس دي من الحاجات الصعبه جدا في علاجها، ولو عايزين التريجر الانسولين ريزيستنس عندنا حاجات كتير جدا، ده انا محتاج ان الفيزرال فات التريجر الفيزرال فات، محتاج ان انا اتاك اللايبوتوكسيستي والجلوكوتوكسيستي والانفلاميشن اللي بيحصل في العيان ده، ولو هعمل ده محتاج ان انا الفيزرال فات ده اشيلها سيرجيكال او بارياتريك سيرجري، اللايبوتوكسيستي باللو كربوهيدرات دايت، وان انا اشتغل برده بارياتريك سيرجري، تستستيرون من الحاجات اللي لها رول في الكلام ده، الجروس هرمون من الحاجات اللي لها رول، اللو كارب دايت لها في العلاقه بالجلوكوز توكسيستي، بقيت تشوف الميتفورمين والدراجز بتاعنا اللي بنشتغل عليها والتيزيديز والانسولين والسافرينوريا لهم علاقه كويسه جدا باللايبوتوكسيستي، يمكن كانت محاضره بتاع الدكتور مشحيت قبل كده، اكسرسايز والانتي انفلاماتوري والاسجليتو والحاجات اللي بتشتغل الهاي دوز مسلسلات، كل دول حاجات لو انا عايز اتريجر او اتاكينج الهايبر انسولينيميا از ايرلي از بوسبل عشان ما اوصلش لكل الكلام ده. العين عدى بكل الحاجات دي وجالك في الاخر وجايلك في المرحله ما تسمى سكندري فيلير، يعني مش على الجايد لاينز الدكاتره بتاعته مش على الجايد لاينز، لايف ستايل موديفيكيشن ومعاه ميتفورمين، بعد كده دوال ثيرابي، بعد كده تريبل ثيرابي، قعد فتره على ده وبعد كده ما عادش نافع، فانت هتبدا النهارده تقول له انا هبدا اديك انجكشن. كنا زمان في الانجكشن زي ما الدكتور مصطفى اتكلم بيزل انسولين فقط وبنخش بيه على طول، لا دلوقتي بقى الجي ال بي ممكن يسبق البيزل انسولين او اعمل الكومباينيشن بين الاثنين. طب اما بنيجي نعالج العينين دول في احسن دول الناس اللي هم تايب 2 دايابيتس وتايب 1 دايابيتس وبياخدوا انسولين ثيرابي، هنديهم انسولين ثيرابي، احنا في تايب وندي في اربع انجكشنز على الحد الادنى مش كده، بيزل وثلاثه بولس، تلاحظ ان الهيموجلوبين اي 1 سي في العينين بتوع تايب 1 احسن من العينين بتوع تايب 2 اللي ماشيين على الانسولين. تايب 1 المفروض اصعب، وتايب 1 ده بتدي اربع مرات والعيل برضو كذا وفي مرحله مراهقه وبيجري وكلام من ده، ولكنه اسهل في التظبيط من تايب 2 اللي ماشي على الانسولين. ليه اسهل؟ لان العيان اللي احنا بنتكلم عليه بتاع تايب 2 ده اللي مر بالرحله الطويله دي عيان فراجايل عنده اوتونوميك نيوروباثي، فالهايبوجلايسيميك اتاك ممكن تبقى خطر، فانت خايف وانت بتعالجه من الهايبوجلايسيميا، خايف من الويت جين لان كل 5% زياده في وزنه بتعمل لي ريسك في الكارديفاسكولار اكتر من 30%، خايف من العيان ده ان هو اوريدي عنده مشاكل كبيره في الهارت وعنده كوموربيديتس اخرى موجوده على الكدني وموجوده على كل حاجه، خايف من الاوتونوميك نيوروباثي اللي موجوده عنده والهايبوجلايسيميك ان اويرنس ممكن يحصل مع العيان، فالعيان عندك فيه مشاكل كتيره جدا فانت بتبقى خايف وانت بتعالجه. طب الستاندرد اوف ميديكال كير بتاع الاي دي اي زي ما الدكتور مصطفى اتكلم من شويه صغيره قالت لك قبل ما تروح الانسولين من فضلك اعمل ترايل مع جي اللي بيقول لوحده او ادمجهم الاثنين مع بعض، ولو ما جابوش كمل على الانسولين زي ما انت كنت ماشي في الريجيم العادي قبل كده. فاديتك ستيج قبل البيزل انسولين او ستيج قبل كذا. في ستادز كويسه قوي اسمها السولوميكس ستادي، هرجع بس الحته دي الانسولين بمناسبه المحاضره الجميله او الستوري الجميله اللي الدكتور فريد قالها لنا، ده الانسولين وبانتنج والرحله اللي مشى فيها الانسولين، وده المكان اللي خلاص عملوه مزار سياحي بقى المتحف الخاص ببانتنج في جامعه تورونتو، احنا كنا بناخد تدريب في جامعه تورونتو وبزورونا ده على انه مقام هناك، يعني بحاجه يعني من الحاجات اللي بقى بانتنج ده علامه من علامات تورونتو هناك، بحبوه جدا هناك يعني. سوليميكس ده ترايل من الترايلز كويسه جدا اللي قالت لك مين افضل حد بيعالج التايب 2 بعد السكندري فيلر بعد ما انا قعدت بدي اورال 1 و 2 و 3. طبعا في ناس بتدي اربعه ما بحبش الكلام ده، يمكن ثلاثة دراجز اديتهم والعيان مش كنترولد فهروح للانسولين. من ضمن الحاجات البري ميكسد انسولين خاصه الانسولين انالوجز، بري ميكسد انسولين انالوجز لو اتاخد مرتين ده من الحاجات الافكتيف جدا وبتدي نتائج كويسه جدا. فجم قال لك طب ما احنا ممكن نقارن الجي ال 1 انالوجز وهي كومبايند
زي السيليكوا لو هي كومبايند مع الجيلارجين الاثنين مع بعض، ونقارنهم ب البري ميكسد انسولين توايس ديلي، ده هدي مره واحده وده هدي اثنين. وانا بحب الكومباريتيف ستاديز دي، يعني ما بحبش الاستادي مع البلاسيبو واقول لك انا عملت كذا وجبت النتائج كذا والبلاسيبو كذا، لا الاستادي دي كانت من الاستاديز كويسه جدا، كانوا بيعملوا سكريننج 1 تو 2 ويكس وهيدوا بقى الاي جلاريكس وانس ديلي دوم في عدد من الناس، ويدوا للناس الثانيه اللي هو توايس ديلي، وقعدوا ماشيين على الكلام ده 26 اسبوع، وقال لك نشوف النتيجه بعد الكلام ده كله. وكان في برايمري اوت كامز وفي سكندري اوت كامز. انا عايز ايه من الاستادي دي؟ انا عايز اقول ان ده بشكه واحده ممكن يكون اسهل وامن من يظبط السكر احسن من الانسولين اللي هو بيتاخد توايس ديلي. طيب ان انا مش انفيريور، ده البرايمري اوت. والجزء الثاني ان انا ممكن ابقى سوبريورتي عليه، ممكن ابقى احسن منه في حاجه. هبقى احسن منه في ايه؟ حطوها سكندري اوت كام، قال لك ان انا ما بعملش هايبوجلايسيميا زي الانسولين او ما بعملش ويت جين زي الانسولين. طيب دي حاجه ممكن تبقى ادفانتج كبيره، وممكن اظبط السكر احسن والهيموجلوبين اي 1 سي بتاعي يبقى احسن. طب هناخد الجزء بتاع السيفتي والهايبوجلايسيميا اكوردنج ليه؟ اكوردنج للاي دي ام قسمهم 3 جريدز، قالت لك ليفل 1 اللي هو اقل من 70، ليفل 2 اللي هو اقل من 54، الاي دي ليفل 3 اللي هي سيفير هايبوجلايسيميا نيد ان هو العيان يخش مستشفى او يتحجز في المستشفى او عملت كوجنيتيف ديسفانكشن او كلام من ده. دي التارجتس اللي كانت موجوده، وقال لك احنا هنصلح على دول، مش عايزين نبقى انفيريور ونشوف النتائج. معمول في 89 سنتر في حوالي 17 كانتري من كانتريز المحترمه اللي موجوده، والسعوديه كان فيها حاله واحده او كلام من ده. دايما لما تحب تشوف نتائج استادي وتبقى عارف ان الاستادي دي مش بايزد او الشركات عامله فيها شغل او حاجات زي كده، بص على البارامترز بتاعه التو جروبس. كل ما كانت البارامترز متوحده كل ما كانت النتائج دي اكثر واقعيه وكانت كويسه. تعال شوف مثلا الايج، هتلاقي قريب جدا من بعض، السكس زي بعض، الهيموجلوبين اي 1 سي اللي كانوا بادئين بيه، الديوريشن اوف دايابيتس، كل البارامترز تقريبا كانت ذا سيم، وبناء عليها بدات تشوف النتائج. كانت النتائج ممتازه في ان الهيموجلوبين اي 1 سي ما كانش اقل، بل بالعكس ده كان احسن، واداني ريدكشن في الهيموجلوبين اي 1 سي اكتر من الناس اللي مشوا على الانسولين. فكانت نتيجه كويسه جدا بوانس ديلي تريتمنت احسن من العينين اللي كانوا واخدين توايس ديلي انسولين. كانت الميزه الاضافيه ان على مستوى الوزن لقينا الناس اللي بياخدوا انسولين حصل ويت جين، وهنا حصل ويت لوس نسبيا، وده كانت ميزه اضافيه. تعال نشرح الكلام ده كده، نشوف الناس اللي وصلوا للجول قد ايه. احنا قلنا من شويه في احسن الدول وفي احسن الاماكن في صعوبه شديده انك توصل للسبعه في العينين دول. الناس اللي وصلوا تحت السبعه كانوا 42% مع السولوميكس، والناس وكان 31% مع الانسولين. الناس اللي وصلوا تحت السبعه وزود ويت جين من غير ما يحصل لهم ويت جين، وده اصعب ان انت توصل للتارجت من غير ما يحصل ويت جين للعينين، كان العدد اقل كان 27%. طب من غير ما يحصل ويت جين ومن غير ما يحصل هايبوجلايسيميا كانوا حوالي 19% في المقابل، كانوا 7% بس في الناس اللي بياخدوا توايس ديلي انسولين. نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه في المقارنات، وعشان ما اطولش على حضراتكم السمول دوز. طب انا هشوف في ادفيرس ايفنت، طب انا عملت الكلام ده وكنت كويس جدا وظبطت البلاك جلوكوز ونزلت بالهيموجلوبين اي 1 سي والسيمي تارجت، ونزلت بناس من غير هايبوجلايسيميا بنسب كبيره ومن غير ما يحصل ويت جين، كان ايه المشكله وكان في الفرق في الادفيرس ايفنت؟ تقريبا كلهم كانوا زي بعض ما عدا النوزيا والفومتنج عشان الجي ال بي 1 كونتنت اللي موجود، وكانت النسبه ما هياش كبيره قوي، كانت نسبه توليرابل والناس كانوا متحملين. فلو جينا نشوف بقى النسب اللي احنا طلعناها من الكلام ده، واشوف الليفل 1 هايبوجلايسيميا، لان انا مهتم بالهايبوجلايسيميا ويمكن ده اهم ايشو انا بدات بيه المحاضره. قلت لك العيان اللي جاي لك في السكندري فيلير مر برحله طويله سب كلينيكال في المرحله بتاعه الباثوجينيس بتاعه البري دايابيتس، ودي كان فيها كارديو فاسكولار ايفنتس موجوده، ومر برحله ثانيه وهو بياخد الاورال على مدار مراحله لغايه ما حصل سكندري فيلير، مر بحوالي 25 سنه وجاي لك بكومبليكيشنز بتاعته، جاي لك بكارديو فاسكولار ديزيز، فالهايبوجلايسيميا ممكن تبقى فيتال في العيان ده او ممكن تبقى فيها مشكله كبيره. فانا اكتر حاجه مهتم بيها في العيان ده مش ان انا اظبط له. طب ايه الدليل بتاعنا على الكلام ده؟ الاكورد ستادي. اكورد ستادي لما نزلوا بالناس وقال لك لو ظبطنا الناس ونزلنا بكده، لقوا ان المورتاليتي زادت 22%. زادت ليه؟ لان الناس دول كانت الديوريشن اوف دايابيتس تفرق من عيان لعيان، وعشان كده لما عملوا اكستنشن للستادي وعملوا سب اناليسيس ديها، لقوا العيانين اللي هم كان عندهم كاردو فاسكولار هم اللي اتاثروا قوي لما نزلوا في الكلام ده، وده اللي خلاهم قال لك لا اطلع بالتارجت لفوق ما تنزلش قوي الا في العيان اللي كان تولوريت الكلام ده وما انتش خايف منه من هايبوجلايسيميا. الليفل اوف هايبوجلايسيميا قلت 45% ليفل 1، وليفل 2 قلت 55%، وده رقم سيجنيفيكانت جدا ويحافظ لك على العيان بتاعك. لو جينا نشوف الريديوس دي الريت نفسه بتاع الهايبوجلايسيميا كان 20% او 29% وفي ليفل 2
كان حوالي 40%. برضو الحته المهمه جدا اللي احنا بنتكلم عليها النوكتورنال هايبوجلايسيميا، دي اقصى ما يمكن ان انا بخاف على العيان، خاصه لو عنده اولد ايج زي ما قلت لك تايب 2 دايابيتس جاي لك في سن اكبر ومر برحله طويله، والرحله طويله دي 25 سنه، فالراجل ده بقى في الستينات في السبعينات عايش لوحده عايش كذا، لو حصل له هايبوجلايسيميا بالليل ما يقومش منها، فبيحصل ريدكشن للهايبوجلايسيميا النوكتورنال 63%، والايفنت ريتس بتاعته بتقل بنسبه 72%، وده فيري سيجنيفيكانت في اللايف سيفنج بتاع العينين دول. ده من الحاجات المهمه جدا، وده اللي بخلينا نقول السمري عشان ابقى وفرت دقيقتين اللي خدهم الدكتور مصطفى، ان احنا العينين بتوع الايجلريكس كان عندهم بيتر افيكاسي وفي نفس الوقت لور ريسك اوف الاي دي اي ليفل 1 و 2 والهايبوجلايسيميك ايفنتس اللي كانت بتحصل. الجزء الثاني كان سوبيرو جلايسيميك كنترول وكان في لور ريسك في الهايبوجلايسيميا ولور في الديلي انسولين دوزز اللي كانت بتاخد وكان بتاخد وانس ديلي، امبروف البروز اللي موجوده. ده جزء من الصوره اللي نفسنا تكتمل، لان كل الادويه اللي عندنا دي مع ذلك لسه مش قادرين نعمل كومبليت كنترول للدايابيتس. شكرا لحضراتكم، وانا كنت سعيد انكم معايا.